هونداي تونس تتكرم من السفاره الكوريه ومن الغوفرنمون الكوريان على الاوكازيون دو 59 تريد داي في كوريا تقرر الاسناد التروفي المهدي محجوب. اليوم مهدي اول مره تونسي ياخذ الديكوراسيون هذه. حاجه اخرى السنه اول نون كوريان لو سول نون كوريان اللي خذ الديستانكسيون هذه. هذه ترجم العلاقه الطيبه اللي ما بين كوريا الجنوبيه ومهدي محجوب. هذا عمل متاع 15-16 سنة، المثابرة، الثقة، لا ريغور. اليوم فخور برشا بالوورد هذايا، ويجي معاه زادا كيف كيف إن ريكونيسونس دو لابار دو لامباساد دو كوري دو سود اللي تختار هونداي ومهدي محجوب لو ميور بارتنير بور 2022. هذا الميساج اللي نجم نوصلو اللي كونه اللي يخدم يلقى وما فما كان الخدمة اللي توصل، وإن شاء الله الناس تكون متألقة. وهذا فخر لتونس وفخر لينا وياسر فرحان اليوم، وإن شاء الله Bonne chance à tout le monde.